في فرق كتير بتتظلم وفي فرق بتتجامل، والكلام ده كان واضح آخر يعني سنتين. انا شايف ان السوشيال ميديا بتزود قوي في نقد الحكام، محتاجة تتطور. في ماتشات بتلاقي فيها ضربات جزاء وهمية، ضربات جزاء ما جت من غير اي حاجة خالص، وفريق كذا فرق بتاخد كذا بوينت من غير اي مجهود في الدقائق الأخيرة. الخبير الأجنبي هيضيف للدوري المصري وهيعلي من كفاءة الحكام الموجودة، لازم خبير أجنبي. أنا حاسس أجنبي أفضل. والله هو المصري مش وحش، مصر كويس برضه، لا يعني لازم نعتمد عليه، وإلا عندك الدول بره بيستفيدوا منهم. حد أجنبي كويس ويكون فاعل، مش حد أجنبي جاي سوري يعني جاي له عرض إنه هياخد فلوس وكده. على رأس المنظومة لازم إنسان يبقى مصري. هي مش المشكلة في منظومة التحكيم يبقى في حد مصري أو أجنبي، أعتقد المشكلة أكبر من كده بكتير، من اتحاد الكرة نفسه، يعني الموضوع أكبر من فكرة بس لجنة الحكام. لا، حكام أجانب، حكام أجانب للصبح. أجنبي بما إحنا شفنا المشاكل اللي بتحصل السنين اللي فاتت، فلو يقدر يجيب خبرته من بره، وكده هما كانوا سابقنا في الحتة دي بكتير، فطبعا يقدر يفيد الحكام اللي هنا، وبعدين نقدر نبني منظومة اللي هي تبقى بعدين بحد مصري يعني بمعنى أصح.